بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 21 لهذا الموسم الذي اشتمل على 8 أشواط، وأقيم على كؤوس شركة STC وكأس المرحوم الشيخ راشد بن محمد آل خليفة وكأس نادي الفرسان البريطاني، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالأسخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب سمو والسعادة وممثلو شركة STC الجهة الراعية للسباق. وقد قام السيد نزار بنبيلة الرئيس التنفيذي لشركة STC بتقديم كأس البحرين الذهبي إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة، كما قدم كأس STC للشوط السابع إلى المضمر الفائز جابر رمضان. فيما قام الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية بشركة STC بتقديم كأسي الشوطين الرابع والسادس إلى عبد الله فوزي ناس. كما قام السيد جمال السيد رئيس العلاقات العامة بشركة STC بتقديم كأس الشركة للجياد العربية إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس STC للشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور. فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس المرحوم الشيخ راشد بن محمد آل خليفة إلى عبد الله فوزي ناس، كما قدم كأس نادي الفرسان البريطاني إلى المالك الفائز إبراهيم العفو.